عارفين كيفاش غادي نبداو ان شاء الله الافتتاح ديالنا، وخاص يكون مسبقا عندنا تعليمات ديال يعني اجراءات ديال الوقايه، وهذا اللي غادي خصنا نتبعوا ان شاء الله. وخاص يكون عندنا مساعدات من المجلس البلدي ومن السلطات المحليه لمدينه إفران، وحنا راه كنضمنوا مع المقاهي والمطاعم، مع الجمعيه الوطنيه للمقاهي والمطاعم مدينه بالمغرب. يعني المطالب اللي كيطالبوا كلها راه من يعني مطالب مشروعه، وكنتمناو باش يستجبوا لنا لهاد المطالب، لان راه حنا عندنا واحد العبء كبير في هذا الميدان ديال المقاهي والمطاعم، وخاصه مدينه إفران. كما كيعرف الجميع بان مدينه إفران مدينه سياحيه، وكنخدموا بالسياحه الداخليه اكثر 90% حتى 100% كنخدموا مع السياحه الداخليه. حنا لحد الان يعني حنا على ابواب الموسم الصيفي، وما عارفينش الامور كيفاش غادي تكون ان شاء الله. كنتمناو يكون الخير، لان راه كتعرفوا بان دابا حنايا المشكل اللي عندنا هو هذه الازمه ديال 3 شهور، وهذه الازمه ديال كورونا 3 شهور ديال الاغلاق، يعني ما يمكننا نستعدوا الحيويه ديالنا الا حتى 2021. بالنسبه لينا حنا هذه السنه بيضاء كتسمى، يعني واخا نخدموا الصيف راه بحال غنتكافاو مع شويه ديال لي شارج، ما غاديش نقدروا نديو كلشي. ولهذا كنطلبوا زعما يكون عندنا واحد الدعم معنوي، ما كنطلبوش الدعم مادي ولا هذا، دعم معنوي، يكون عندنا واحد الدعم من السلطات، يعني يعفيونا من الضرائب، يعفيونا من بزاف ديال الحوايج اللي هما ما غنقدروش عليهم يعني دابا مور الافتتاح. وخصوصا مدينه إفران كما قلت كتوفر على واحد الجماليه ديالها اللي كتخلي كتستقطب بزاف ديال المغاربه يدوزوا فيها مثلا في فصل الصيف ولا فصل الشتاء كتكون تولوج. ولهذا كنطلبوا بان راه إفران خاصه بزاف ديال الحوايج في السياحه، يعني الناس راهم كيلقاو ما يديروا في إفران من غير الطبيعه، والمقاهي والمطاعم اللي كاينين يعني خاص لي باك جو، خاص فنادق مصنفه في الاربع النجوم، خاص يعني بزاف ديال الامور اللي خاص باش يكون عندنا النهوض بهذا القطاع السياحي. وكنطلب من هذا المنبر للحكومه باش يلتفتوا لإفران، راه إفران تحتضر سياحيا، يعني راه خاص الاهتمام بها من جميع النواحي وخصوصا السياحه، لان خصنا نوفروا للزائر اللي كيجي لإفران، خصنا نوفروا له فضاءات اللي هو يمكن له يستغلهم ويحش بهذاك الملل.